السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أماني من قناة بيانكو. النهاردة بإذن الله هنعمل طريقة الطحين الخام بطريقة سهلة وبسيطة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. معانا 4 مكونات، معانا كوباية سمسم محمص، كوباية سوداني، وكوباية سمسم أبيض، وكوباية زيت. احنا كده حمصنا الحاجة على النار، نبدأ نطحن فيها. احنا كده بنطحن السمسم الفاتح، هنفضل نطحن فيه لغاية لما ينعم. طبعا المكونات دي انا حمصتها على النار عشان خاطر تطلع الرطوبة اللي فيها. هنبدأ بقى نطحن السمسم المتحمص. نفضيه على السمسم التاني ونبدأ نطحن السوداني. ننعمه كويس. كده ناعم وهنفضيه لوحده. هنجيب بقى الخلاط وهننزل بكوباية الزيت وربع معلقة ملح. نشغل الخلاط ونفضل نضرب بيه لغاية لما يبقى ملمسه كريمي. وهنا هننزل بالسوداني. انا ما حطيتش فيها، ما زودتش عليها دقيق، فاللي يحب يزود يزود 3 معالق بس، لكن انا مش بحط عليها دقيق. ننزل بالسمسم ونشغل عليه الخلاط تاني. لغاية لما ينعم لو في حاجة لازقة في الخلاط بننزلها بننزلها كده لتحت عشان كله يبقى ملمس واحد. طبعا الطحينة اللي في البيت احنا بنعملها من غير دقيق، لكن اللي بتتعمل بره وبتتباع بره لازم يحطوا فيها دقيق عشان تزود الكمية، لكن احنا مش محتاجين ان احنا نحط لها دقيق، بس اللي حابب يزود لها دقيق مش اكتر من 3 معالق. هنا خلاص بقت جاهزة. هنصبها في البرطمان. بصوا ما شاء الله تبارك الله، جميلة ازاي. وهي كده هتحس ان هي خفيفة شوية، لكن هي لما هتقعد هتبرد وهتتقل. وبالهنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.